أندرو، قبل أن تغادرنا أريد منك سؤالا أخيرا، أيضا الرد على سؤال أخير يتعلق باحتمالات الانقلاب من داخل النظام. تحدثت عن وجود رتب عليا في الجيش السوري، ولكن حتى الآن لا تزال ملتفة حول النظام، ولكن هل ثمة لديكم مؤشرات كمراقبين ومتابعين عبر اتصالاتك وأنت من الصحفيين البارزين الذين عملوا في سوريا سابقا ومطلع على الشأن السوري، عن احتمال أن يكون هناك مؤشرات انقلاب من داخل النظام، داخل الجيش السوري، داخل الطائفة العلوية إن صح التعبير؟ هناك احتمالات لذلك. كانت هناك بعض الأحاديث حول هذا الموضوع يعرف أنها جرت على انفراد، ولكن حتى الآن الجنرالات يحتشدون حول النظام. هذا قد لا يستمر إلى الأبد، ولكن الآن كل الأطراف تنظر في الخطة باء. من المؤسف أن الأمور لم تسير على هذا النحو حتى يكون هناك انتقال حقيقي، ولكن يبدو أن الخطة باء موجودة وكل الأطراف تعد لها، ومن سوء الحظ أنها ستشمل الكثير من النزاع في السنوات القادمة. سنوات قادمة، تتحدث عن احتمال امتداد النزاع لسنوات؟ تقييم الكثير من الناس ليس هنا فقط وإنما في المنطقة. أنا عدت من تركيا ولبنان، هذا النزاع قد يستمر لسنوات. الرئيس الأسد ربما يستمر في السلطة، ولكن بالتأكيد لن يستمر كما كان يحكم في الماضي. ربما شيء مشابه للجزائر في التسعينيات، حيث ترى بلدا ينهار وقوة الدولة تنهار. ومع استمرار النزاع في سوريا واستمرار الاحتجاجات، مر عام على هذه الاحتجاجات، لو هذا حدث للشهر فهذا يختلف عن مرور سنة على النزاع. هذا النزاع لن يختفي قريبا سياسيا أو من ناحية النزاع العسكري داخل البلاد.